برعاية هو الطبعة الشعبية للألم، فمن منا لا يصيبه الصداع؟ وأشد أنواع الصداع هو الصداع النصفي أو ما يعرف بالشقيقة، وهي موضوع هذه الحلقة. استوديو الجزيرة مباشر بالمستشفى الأهلي بالدوحة، أهلا بكم مع الحكيم. بعد معاناة طويلة مع الشقيقة، كيف سيطرت دارلين عليها؟ تعرف إلى حال الدماغ وقت حدوث ألم الشقيقة. ما هي العلاقة بين مصاب الشقيقة والجلطات الدماغية؟ دراسة تحذر الحوامل من خطورة تناول المسكنات. مريض الشقيقة، ماذا عليه أن يأكل وماذا يتجنب؟ ست نصائح لمريض الصداع النصفي، فما هي؟ الشقيقة هي صداع ليس كأي صداع. إحصاءات تشير إلى إصابة ما بين 10 إلى 30% من البشر في جميع أنحاء العالم بها. الصداع النصفي أو الشقيقة هي اضطراب عصبي مركزي وضمن تخصص طب المخ والأعصاب. وفي هذه الحلقة نتعرف إلى أنواع الشقيقة وأعراض الأورا وكيفية السيطرة على الصداع، خاصة عند الحوامل والأطفال. أرحب بضيفي دكتور محمد الخالد، استشاري طب الأعصاب بالمستشفى الأهلي. ونذكركم مشاهدينا أننا نتلقى اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، على صفحة برنامج مع الحكيم وصفحات الجزيرة مباشر على فيسبوك. أرحب بضيفي دكتور محمد، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يعني الجميع يصيبه الصداع، ولكن ما هو الفرق بين الصداع العادي والصداع النصفي أو الشقيقة؟ الصداع العادي عادة هو إحساس بالألم ناتج عن أي عارض يومي ممكن يصير، أما الشقيقة فهو مرض متكرر عادة بيكون له سبب وراثي يولد مع الإنسان وقد يستمر إلى منتصف أو آخر العمر. هذه هي الشقيقة. أما الصداع الصداع وجع، هذا إحساس بالألم ينتج عن حالات متكررة. عظيم. ما هي أسباب الإصابة بالشقيقة يا دكتور؟ هو ما في أسباب، ولكن هو السبب الرئيسي اللي لقيناه أو لا العلم لهلا هو التغيرات الوراثية في الجينات. هذا اللي أثبت علميا انه في تغير بالجين رقم 8 وهو اللي يشكل الارض الخصبه للشقيقه. اما حدوث الشقيقه او انها تتكرر تاتي وتذهب، السبب ممكن يكون عوامل بيئيه او عوامل الحياه اليوميه اللي بنشوفها. عوامل بيئيه او عوامل حياتيه، ولكن السبب الجيني هو الاساس. يعني هو الأساس. الشخص يولد معه الشقيقه او لا تكون معه الشقيقه. بالضبط. عظيم. الأعراض والأعراض المصاحبة للأعراض. أوكي. الشقيقة هو ليست فقط وجع رأس أو وجع رأس نصفي. طبعا وجع الرأس عادة أو في أغلب الأحيان قد يصيب نصف الرأس، ولكن عندك أعراض ثانية مثل الإقياء، مثل الغثيان، الحساسية المفرطة من الضوء أو من الصوت، أو أعراض عصبية كالتنميل والخدران أو الإصابة بوميض، الإصابة بالرؤية، حساسية الصوت أو الروائح. كل هذه أعراض متزامنة مع الشقيقة، علاوة على هبوط في ضغط الدم. وجع الرأس بيزداد أثناء ممارسة أي نشاط يومي أو أي بذل جهد، فالوجع الرأس يزداد. فهذه كلها الأعراض
سوية مجموعة تشكل الشقيقة. عظيم. هل الشقيقة أنواع دكتور محمد؟ طبعا هو الشقيقة مصنفة كشقيقة في عن الشقيقة مع الأورا اللي هي اللي بتشكل أعراض عصبية خلال النصف ساعة قبل وجع الرأس، الشقيقة التي تصيب فقط العين، الشقيقة التي تبدأ فقط في وجع الرأس، أو الشقيقة التي تصاب في جذع المخ والمريض يشعر في الدرجة الأولى بالدوخة والغثيان، كل هذه أعراض الشقيقة. هل يعني من محفزات للشقيقة، يعني من معه شقيقة لو قام بهذه الأشياء ذلك يحفز الشقيقة لديه، يحفز الصداع؟ هو في إشارات، في إشارات ماذا يحفز، ليش الشقيقة بتجي وتروح، ليش متكررة، ليش تجي كل شهرين مرة أو كل سنة مرة أو كل يوم مرة. في إشارات توحي أنه عدم الانتظام في الحياة اليومية، عدم الانتظام وخصوصا في الأكل والنوم قد يحفز إلى الشقيقة، قد يسبب أن تأتي الشقيقة. هذه أكثر شيء أثبت إلى الآن، هو عدم الانتظام في النوم وعدم الانتظام في الأكل أو التباعد في الضغط اليومي. عندما المريض يرتاح كثير بعد الضغط لفترة طويلة قد تأتي الشقيقة. طيب. أو يصير عنده ضغط زائد عن حده ممكن تأتي الشقيقة. عظيم. كي نفهم ما هي الشقيقة وما يحدث داخل الدماغ حين يصاب الإنسان بنوبات الصداع، أنتج فريق برنامج مع الحكيم هذا الفيديو الذي يكشف أعراض الشقيقة داخل رأس الإنسان، ونحن نشاهد يعني هذا الكليب. توضح لنا دكتور ما الذي يجري بالضبط؟ نعم تفضل يا دكتور. نحن هلأ شايفين المخ، هذا صورة عن منتصف المخ. نحن بنشوف الإشارات اللي تبدأ في آخر المخ وهي حالة انتشار ذاتي لا استقطاب في المخ، قد تستغرق حوالي 6 دقائق، ممكن تنتج من جذع المخ وتنتشر إلى كل المخ. في هذه الحالة قد يشعر المريض في شيء مثل التغيرات في الرؤية، أنه ما عم بيشوف كويس. بعد هذه الحالة الإشارات تنتقل من الخلايا العصبية إلى الأوردة للمخ، وخلال هذا العملية يحدث تغيرات في الشرايين للمخ اللي ممكن تتوسع أو ممكن تتقلص، وهذا الذي ينتج عنه الإحساس بالأمراض الأعراض العصبية ومن ثم الألم. عظيم عظيم دكتور. في حال الإصابة بالشقيقة أو بنوبة شديدة من الصداع، ما الإجراءات التي يجب أن يتبعها المريض أو من حول المريض؟ شوف مرضى الشقيقة مع الأورا هم ممكن يكونون عندهم الحظ، لأنه الأورا تنبههم قد يبدأ الألم، ومعهم نص ساعة أنهم يأخذوا احتياطاتهم أو يبدأوا بالعلاج، وفي هذه الفترة ممكن أنه يأخذ العلاج أو يذهب إلى البيت إذا كان في بالطريق، ويهيئ حاله أنه الساعتين إلى 72 ساعة القادمة قد تكون ممتلئة في ألم وغثيان ولوعة. وهي أول 20 دقيقة مهمة جدا للمريض أنه يأخذ دواء، أول ما يحس بعلامات الصداع، أول ما بيحس أول 20 دقيقة من يحس بعلامات الصداع بيأخذ الدواء. يأخذ الدواء. أيوة. أما المريض اللي ويستريح مثلا يا دكتور، يعني لو كان في عمل يترك العمل؟ يفضل، لأنه أي مجهود حتى ولو كان أبسط مجهود، حتى لو أنه بده يستخدم التليفون أو بده أي مجهود، قد يزيد الألم، وهذا من أحد أسباب تعريف الشقيقة، أنه الألم لازم يزيد في الجهد العضلي أو الجهد، أي جهد بسيط يزيد الألم. من حول المريض، يعني رجل وجد زوجته مصابة بالشقيقة وجدها النوبة. أيوة. ماذا يجب عليه أن يفعل هذا الزوج؟ يلتزم المحب لزوجته طبعا. يلتزم ضبط النفس. هو ما فيه أهم شيء التهيئة، لأنه المريض الشقيقة لازم يكون الجو مظلم، جو هادئ،
لمدة 7 ساعات إذا أخذ العلاج. هذا السبع ساعات مهمة جدا أنه المريض يستلقي في مكان مريح ويكون هدوء، يكون هدوء بالمكان. الراحة والهدوء. أنواع الشقيقة متعددة، لكن أبرزها وأكثرها انتشارا هي تلك المصحوبة بالأورا. ما هي الأورا؟ هل ما يظهر في هي ما يظهر في هذه الصور التي نعرضها على الشاشة؟ دكتور محمد، تحدثت عن الأورا وأنت تشرح يعني أنواع الشقيقة الخطرة، يعني ما هي الأورا واشرح لنا على هذه الصور. الأورا لها طبعا أشكال محددة، ممكن كل الأعراض العصبية ممكن تكون بالأورا، ولكن أغلبها أنه المريض يصير عنده مشاكل بالرؤية، ممكن هو عم بينظر إلى الأمام قسم ما بيشوفه، أو بيشوف بقع مظلمة أو بقع كاشفة رمادية، وهي البقع تكبر وتذهب من المنتصف إلى المحيط خلال نصف ساعة. مثل هذه الصور، يعني نحن شاهدنا عينة من الصور، هي يعني مثل الغمامة أو الغيامة على العين، أو خطوط متعرجة، أو شيء زي البرق بيحدث بالعين. ولازم لما بيشوف هيك المريض بيعرف إذا شافه على اليمين إنه الشقيقة راح تبدأ، والوجع الرأس راح يكون على اليسار دائما العكس. يعني لما مريض الشقيقة يتابع أو يشاهد هذه الأشكال بعينيه، إذا وجدها في الجانب اليمين إذن الوجع سيأتي في اليسار. هذا مؤشر. لماذا هي أخطر أنواع الشقيقة الأورا؟ لأنه الشقيقة مع الأورا، هي مرضى الشقيقة مع الأورا قد يصيبهم الاكتئاب، قد يصيبهم جلطات دماغية، لأنه الأورا لما بتكون خلال نص ساعة، إذا طولت أكثر من نص ساعة، ساعة، ممكن يكون هذا جلطة، أو حتى الشقيقة قد تؤدي إلى الجلطة. وهل هي منذر بصداع شديد؟ ممكن الشقيقة مع الأورا صداعهم بيكون أعنف، أكثر شدة. الألم نحن ما فينا بنقيسه، المريض هو اللي بيحكي عليه، أنه ممكن يكون بعد الوميض الشقيقة بتكون كتير قوية مقارنة بالشقيقة التانين. عظيم. يعني الأورا هي الهالة التي تظهر، هي أو الغمامة التي تظهر أمام العين، وهي مؤشر ومنذر وعلامة لصداع قادم. الأورا والسكتات الدماغية هي موضوع هذه الدراسة، فمريض الشقيقة قد يكون أكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية، وذلك حسب دراسة منشورة على موقع ويب ميد. وتفيد الدراسة أن أخطر أنواع الصداع النصفي هي تلك التي تأتي مع هالة، وهي اضطرابات الرؤية والإدراك المصاحبة لنوبات الصداع، وأن المصابين بها لديهم احتمالات للإصابة بالسكتات الدماغية بعد الجراحات بنسبة 75% أعلى من غير المصابين. وأوصت الدراسة أن يكون الطبيب المعالج على علم بإصابة المريض بالشقيقة من عدمه، لكن الدراسة عادت وطمأنت مصابي الشقيقة فذكرت أن 6 فقط من كل 1000 مريض بالشقيقة هم الذين عانوا من الجلطات بعد إجراء العمليات الجراحية. مزيد من التوضيح حول هذه الدراسة مع الدكتور محمد. شوف، هو هذا كلام معروف من زمان، انه احد انواع الجلطات هو احنا نسميها الجلطه الشقيقه، او ميجرانوز انفاركت. ولكن 6% انا بشوف انه خطر مش كبير مقارنه ل 6 في الالف 6 بالالف عفوا 6 بالالف مش كثير مقارنه للي بنشوفه عند المرضى، لانه لما عم نعمل الرنين المغناطيسي للمخ عم بنشوف كثير جلطات دماغية ساكتة دون ما بيشعر فيها المريض. ممكن هو بيقول أنه هاي الأعراض إنها شقيقة أو إنها أورا، وفي الأخير بتكون سكتة دماغية بدون ما بيشعر المريض. فلذلك ننصح المرضى اللي يعانون من الشقيقة وباستمرار بالعلاج، لأنه دائما بقول لهم أنه الشقيقة مش مرض عابر يأتي ويروح، وإنما ستريس للمخ وقد يترك آثار وأضرار. عظيم. سنأتي لكيفية العلاج، ولكن سؤال بخصوص الـ 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 الأورا هذه، يعني هل لأي مدى هي خطرة؟ يعني لو في شخص يقود السيارة مثلا وبدأ يرى هذه الخيالات، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أول إشي بيطلع الوقت، بيعرف متى بدأت،
مشان إذا صارت أكثر طولت أكثر من نص ساعة أو أكثر، وإذا عم بتزيد إنه يعرف إنه هذا ممكن. ولكن يكمل قيادة السيارة؟ طبعاً ما فينا نقول له وقف بنص الشارع واطلب الإسعاف، يكمل يروح للمكان الآمن اللي هو يوصله. لو مش مسافة طويلة. لو مسافة طويلة لازم يعرف إنه السبع ساعات القادمين ممكن يكونون صعبين كتير، لأنه راح تيجي الشقيقة وراح يكون أي مجهود بيزعجه، راح ممكن يكون عنده تقيؤ عدم التركيز، ولكن كمان ممكن إنه فعلاً بيصير عنده مش بس مشاكل بالرؤية، ممكن يكون عنده يصير عنده خدران أو ممكن يصير عنده شلل. ينتبه يعني. ينتبه. يحذر وينتبه. على كل حال يعني تحدثنا عن كل الأعراض وكل مشاكل الشقيقة، في الأجزاء المقبلة نتجه إلى العلاجات والحلول والسيطرة على الصداع. ونبدأ من مشاركات الجمهور. مشاهد البرنامج بكر من مصر أرسل لنا صور الأشعة الخاصة به، حالته بدأت تسوء مع بلوغه سن 30، بدأ يشعر بتنميل في يده عند الاستيقاظ وصداع مستمر، يبدو أن الصداع كان يصيبه أثناء الطفولة فكان يكتفي بتناول المسكنات. تطورت حالته بعد ذلك إلى صعوبة في المشي والبلع والتنفس، نصحه الطبيب بإجراء 3 عمليات جراحية لتوسعة صمام في الدماغ، وحسب قوله فإن الصمام الآخر الموجود في ظهره انسد تماما، بذلك خضع لجراحات لتوسعة صمامات ظهره ودماغه كان آخرها في عام 2014. بكر يقول الآن إن حالته سيئة، يعاني من ألم في رأسه من الخلف ومن اليسار وألم شديد في ساقه ويده اليمنى يمنعه من النوم، إضافة إلى سلس بول وإمساك مزمن، وهو لا يعلم تشخيص حالته هل هي تصلب متناثر MMS. ومن المفترض أن يكون معنا بكر على الهاتف، ولكن يمكن يعني يبدو أنه لم يرد على الهاتف. كنا نتمنى أن يسمع التشخيص من دكتور محمد الخالد. أول إشي لما بنطلع على الصور والأعراض اللي عم بيذكرها، هذا لا يوحي أنه عنده شقيقة، وإنما ما في شقيقة بتستدعي عمل جراحي، ولا حتى إذا التشخيص بيسأل إذا هو MS أو التصلب اللويحي، حتى التصلب اللويحي لا يستدعي عمل جراحي. المريض انعمل له 3 عمليات، فمن الصور بيستوحي أنه الواحد بيكون عنده تضيق بالقناة بين البطين الثالث أو البطين والبطين الرابع، التي أدت إلى مثل ما بنشوف بالصور أنه عنده سائل دماغي عالي. بعدين بنشوف انه عنده اشارات زي الارنود كياري عندما يدخل المخيخ في القناه الشوكيه، هل ممكن هذه نتيجه بعد العمليات او قبل؟ هذا هي المعلومات مش عندنا، ولكن الحل يا دكتور، الحل يا دكتور، ماذا ما الطريقه الذي يجب ان يسلكه بكر؟ الطريقه انه يقعد مع الطبيب اللي عمل له العمليه أو الثانية أو الثالثة، ويعرف شو هو التشخيص. لهلأ إحنا ما بنعرف شو هو التشخيص، إحنا من الصور عم نستنتج إنه ممكن يكون تضيق بالقناة بين البطين الثالث أو البطين الرابع. هو بكر يعني أن نعلم أن الحالة ليست لها علاقة بالشقيقة، ولكن هو يعني هو وجع رأس. استثمرنا وجودك معنا دكتور، وأراد منا أن نعرض عليك الحالة. فهل يعني هناك أمل في التعافي من الشلل على الأقل أو تحسن الحالة؟ ممكن إذا السبب ما صار له الخلايا العصبية. نعم. إذا ما ماتت ممكن، ولكن اللي بدي أقوله هنا وجع الرأس، في عنا 250 نوع من أنواع وجع الرأس. طيب على كل حال يا بكر، نحن عرضنا الحالة ونتمنى أن تكون هذه الإجابة يعني مرضية، وكنا نتمنى أن تكون معنا ولكن هذا لم يحدث. معنا نائلة من مصر. أهلا وسهلا، تفضلي بالسؤال أستاذة نائلة. يعني الصداع في العين، الصداع يعني كلمينا من الهاتف المفضلك.
من فضلك الصداع في العين وفي ال... في ال... في ال... في ال... في الجانب اليمين. تمام. طيب نسمع اجابه الدكتور. مهما اخذت مسكنات غير لما بياخد وقت وكده يوم او يومين. صداع في العين في الجانب اليمين ومهما اخذت من مسكنات لا يذهب هذا الصداع. انا الصوت كان عالي كثير حتى ما فهمت ولا كلمه، ولكن اذا صداع فقط في جانب واحد وكانت تاخذ مسكنات وبدون اعراض ثانيه بدون ال مسكنات بلا جدوى ممكن يكون بنسميه انه effort related headache. هذا هو انه وجع راس ناتج عن التوتر، وهذا دائما يصيب فقط جانب من الراس. هذا ليس شقيقا. طب كي مسكنات لا تسكن ماذا تفعل؟ لا، المسكنات هي سببت ممكن الصداع. الاستخدام المفرط للمسكنات ممكن يسبب انه صداع، وهذا هنا لازم تنحل المشكله، انه الواحد بيخفف من المسكنات عن طريق يعطيها كمان دواء. لانه والوجع كيف يذهب؟ يذهب عندما الجسم بيتعود انه بروح المسكنات منه. توقفي عن المسكنات، هذا يبدو انه من الضغط، وتاخذ دواء وقائي واخذ دواء وقائي، وهذه ليست شقيقه، يعني ليس من المعلومات مرض مزمن. من المعلومات اللي هذا ليست شقيقه. عظيم، شكرا جزيلا نائلة. معنا اتصال اخر. سعد من الكويت. يا هلا بك يا استاذ احمد، انا عاوزك تدعو لي، انا فيني احتقان وكحه حسيه في الصدر. وتحية لكم البرنامج الراقي. وأخيرا يا أستاذي، أبعد الله عن المظلوم والغلبان أيا كان، ونتمنى الشفاء العاجل لهم أولا وأخيرا. شكرا أسرى ورهان، تحياتي لكم وللقناة الراقية. ألف سلامة، ألف سلامة عليك، شكرا جزيلا. معنا اتصال آخر. طيب، وصلتنا الكثير من مشاركات الجمهور عبر الصفحة الرسمية لبرنامج مع الحكيم على فيسبوك. سامي النهري يعاني من الصداع منذ أكثر من 22 عاما. الصداع بيكون أعلى العينين مباشرة أو أعلى العين اليسرى. قام بفحص النظر لكنه سليم. قال الأطباء إن هذا الصداع بسبب الجيوب الأنفية العلوية، وإن الحل هو الجراحة، وهو يكره الجراحة، وكان يتناول للصداع أمبول نوفالجين بالوريد. حنين ذنيبات تعاني من صداع يومي لا يفارقها، يبدأ من ناصية الرأس من الحواجب إلى نصف الرأس. تناولت مجموعة من الأدوية مثل ناراميج، نوبين، أبيمول، ولكن بدون فائدة، مع العلم أنها قامت بجميع الفحوصات. أما يحيى كشاش فهو يعاني من صداع مستمر، جرب كل الأدوية حتى النفسية، والآن يأخذ توباماكس 100. تحسن لمدة 6 أشهر، لكن عاد الألم ويريد أن يعرف ما الحل. رندا أبو الدهب تسأل عن أسباب الإصابة بالصداع أثناء تمرينات السباحة، خصوصا لو التدريب يزيد على الساعتين. رنا تقول إن تناول الشاي والقهوة يخفف الصداع قليلا ولا يمحو، وهي تتناول دواء الكيتوفان لكن أصيبت بحساسية منه، وتسأل عن مسكن قوي آخر يخلصها من الصداع. أما محمد خالد كبير يعاني منذ الطفولة من الشقيقة، وخصوصا في الشق الأيسر، ويصفها بأنها دقات في العروق، ألام حادة، غثيان. أصبح مدمنا للقهوة الصباحية، وفراقها يعني طامة حسب تعبيره. دكتور محمد، هل يمكن أن يعني نجمل ما جاء في هذه الحلقة؟ شوف، علاج الشقيقة بشكل مبسط، أول إشي لازم نعرفه بعد ما نتأكد أنه شقيقة وليس مرض ثاني، مثل ما قلت لك أنه كثير من الأمراض، زي المريض بكر من مصر كان عنده وجع رأس رغم أنه عنده مشكلة كانت كبيرة احتاجت إلى 3 عمليات، لازم نعرف أنه هو شقيقة أو لا. لما بنعرف أنه هو شقيقة لازم نعرف كم مرة بتجي الشقيقة بالشهر. هو ممكن يا دكتور يكون في صداع يعني متكرر ولكن ليس شقيقة؟ طبعا طبعا. أكثر من 100 نوع وليست شقيقة. طبعا في عنا كثير، زي الصداع العنقودي، زي الصداع الناتج عن الضغط والتوتر، طبعا في كثير. لما نتأكد نحن من الشقيقة لازم نعرف كم مرة تأتي الشقيقة بالشهر. إذا كانت تأتي أكثر من 2 أو 3،
يختلف العلاج كليا. اذا اقل من 3 مرات فينا نعطيه مسكنات، ومثل نقول له انه المسكن لازم ياخذه بسرعه، ولانه عندك قثيان ولوعه ممكن تحتاج دواء بيحرك المعده، لانه في حاله الشقيقه يكون عنده المريض سكون في المعده في الامعاء، فنعطيه دواء ثاني بيخلي انه المسكنات يستفيد منها الجسم اكثر. اما اذا كانت الشقيقه اكثر من 3 مرات في الشهر فلازم نحتاج دواء وقائي، وهنا عندنا ادويه وقائيه كثيره، وكل مريض ما فينا نقول هذا الدواء لكل الناس في كل حالة، لكل حالة تختار لها الدواء المناسب لا. حسب العمر، حسب الوظيفة، حسب الضغط، حسب الأمراض الثانية، كل شيء لازم تختار له، حسب الوزن. عظيم. على كل حال يعني من لم نستطع الإجابة على سؤاله في حلقة الأحد فيسبوك لايف، سيكون معنا كذلك دكتور محمد الخالد للإجابة على الأسئلة فقط، للإجابة على أسئلتكم فقط كل أحد في 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة من استوديو مع الحكيم. معنا اتصال من عبد الرحمن من السعودية. بو عبد الرحمن من السعودية، أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك. تفضل بالسؤال مباشرة. طيب أتكلم مع حضرتك. تفضل. عليكم السلام. يا اهلا وسهلا، اتفضلي بالسؤال اخت. الله يبارك لك. في عندي مشاكل في الجيوب الانفيه، في ضمور في الغشاء المقاطي وبالذات في الحديد الانفي، فبيسبب لي طلوع نصف، بيقعد حوالي تقريبا من فتره الصباح بيقعد حوالي 3 ساعات كده وبعدين يروح. يعني عندك مشاكل في الجيوب الأنفية تسبب صداع نصفي تستمر من الصباح ولمدة 3 ساعات. أي تمام. طيب نسمع الإجابة من دكتور محمد الخالد. هل هذه شقيقة أولا؟ لا, لا طبعا لا. ليست شقيقة وإنما هذا. طيب أبشري يا أخت. هذا تعالج عند طبيب الأنف أذن حنجرة، الظاهر أنه التهاب جيوب أنفية أو مشاكل بالنوم، النوم عدم المريح قد يسبب صداع. عن التهاب الجيوب الأنفية هو الذي يسبب الصداع، والنوم غير المريح قد يسبب وجع راس في الساعات الباكرة من اليوم. شكرا يا دكتور، وأشكر الأخ عبد الرحمن وأخته. سنتطرق في الجزء الثاني إلى العلاج وأنواع العلاج بعد الفاصل. دارلين عرفت حديثا أنها تعاني من الشقيقة بعدما تأخر التشخيص الصحيح 10 سنوات. مع الحكيم يطلق خدمة جديدة مباشرة على صفحة البرنامج على فيسبوك. نتلقى أسئلتكم ونقدم استشارات طبية فورية كل أحد في 5 مساء. منكم السؤال ولدينا الجواب. مجددا من استوديو الجزيرة مباشر في المستشفى الأهلي.
معلمة وأم لثلاثة أبناء تعاني من الشقيقة. دارلين التي شاركتنا قصتها كيف سيطرت على الألم. اسمي دارلين، عمري 46 عاماً، وهذه هي السنة الخامسة لي في الدوحة. أنا متزوجة ولدي ثلاثة أطفال. أعاني من الصداع النصفي منذ الصغر، وعلى حسب ما أتذكر بدأت أسجل حالة الصداع النصفي الأولى عندما كان عمري حوالي من 8 إلى 9 سنوات. في البداية عندما كنت أصاب بالصداع النصفي لم أكن أفهم ما هو، ولكن كنت أفكر في أنه فقط صداع شديد. إذن أعتقد أنه من المحتمل، وأنا في 18 من عمري عرفت بأن ما كنت أمر به كان أكثر من الصداع العادي. لم أكن أستطع التعامل، كان يجب علي أن أستلقي في حجرة مظلمة، لا أستطيع التحرك. بعدها علمت أنه صداع نصفي وذهبت إلى الطبيب. نعم، عندما حصلت على أول موعد مع دكتور خالد شرح لي أو سألني كيف كان تاريخ حالتي، وقام بعملي بعض الفحوصات وألقى نظرة على التحاليل وكل الأشياء التي حاولت القيام بها مسبقا. في الحقيقة صرت على علاج طبي قوي، أحاول أن أتعالج من الأعصاب وأتعامل مع هذه الألام. بعض هذه الأدوية التي راجعها الطبيب قال إن لها أعراض جانبية قوية، لذلك وصف لي علاج للنوبات. أنا لم يكن عندي نوبات، ولكن من الواضح أن أحد الأعراض الجانبية لهذه الأدوية هو الألم العصبي. وعندما رأى قائمة الأدوية انزعج وقلق من كل هذه الأدوية ومن الأعراض الجانبية. أنا أقول لأي شخص لديه ألام مزمنة، لا تستسلم حتى تجد العلاج المناسب. إذا كان هناك ألم شديد ومستمر، يجب عليك أن تبحث عن استشارة طبية. إذن انضمت إلينا دارلين الآن لتمثل جمهور مرضى الشقيقة. أهلا وسهلا بك دارلين. أولاً أريد أن أسأل عن شعورك حينما تهاجمي بالصداع النصفي. الشعور الأساسي هو شعور الضاغ، ولا تستطيع أن تستمر بأي شيء تقوم به في الأثناء، وبالتالي إذا ما كنت تعمل لا تستطيع البدء قدما في عملك، وهذا ينطبق على القيادة أيضا، قيادة السيارات، وإذا ما أردت أن تعتني بأطفالك فيصبح الأمر صعبا. نعم، ما هي أصعب المواقف التي تعرضت فيها لنوبات الصداع؟ أعتقد أن الشيء الأصعب هو أنه عندما لا تستطيع أن تأخذ قسطا من الراحة. إذا كنت تعمل على سبيل المثال ولا تستطيع أن تستلقي، وإذا لم يكن زوجي موجودا وكنت أعتني بأطفالي، وإذا لم يكن هناك أسرة ممتدة تعينني، فمن الصعب المكان أن نضبط الأمر. وأعتقد كذلك يعني كنت ذكرت لي مسألة السفر الطويل يعني تمثل مشكلة بالنسبة لي. نعم، في بعض الأحيان عندما يسافر المرء وعندما نعود إلى كندا طبعا يستغرق الأمر 22 ساعة للوصول إلى مدينتي، وإذا ما عصفت بي الشقيقة فهذا السيناريو الأسوأ، لا نستطيع أن نلجأ في أي مكان ويجب علينا أن ندير المسألة. ما الذي تتوقعي أو تنتظري من زوجك مثلا أو من المحيطين بك حين الإصابة بنوبة الصداع؟
حسنا أنا طبعا حباني الله بنعمة لأنه إذا ما كان زوجي في المنزل فهو يمسك بزمام الأمور جميعها، فهو يعتني بي وبالأطفال ويغلق الستائر ويطعم الأطفال ويغادر ويبقي علي في الغرفة أستلقي حتى أشعر بالتحسن. تحية لزوجك يعني ستيف، تحية لستيف ويشاهدنا الآن، طبعا نحييك على هذا الجهد وهذا التفهم لحالة زوجتك. طيب لمرضى الصداع بعض العادات في التعامل مع الألم مثل التعصيب وربط الرأس أو غلق الرأس بالمفتاح كما يظهر في هذه الصورة التي نعرضها. دكتور محمد، يعني كيف تقوم هذه العادات؟ التعصيب، استخدام الحنة، البعض يلجأ للحجامة يعني كسنة نبوية وغيرها من العادات في التعامل مع الصداع. الشقيقة موجودة من حوالي أول مرة كتبت وثقت بالكتابة كانت قبل 3200 سنة. مع تطور الوقت، مع تطور السنين، حاولت الشعوب أن تجد لها حلول، فمن شد الرأس إلى زيارة معابد أو آلهة أو بالعصور الوسطى كانوا يفتحوا رأس. طيب خلينا في المنتشر حاليا، المنتشر شد الرأس بالعصابة، هل هذا صحيح؟ أكثر شغلتين بشوفهم هم شد الرأس والحجامة. والاثنين أنا، الأولى شد الرأس لا أوافق عليها لأنه خطرة ممكن تسبب مشاكل زي الجلطة، لأنه هذا لمرضى الشقيقة ولا لمرضى الصداع بشكل عام؟ كل مرضى الصداع. طب يعني نقطة، يعني نقطة يا شباب، هذه شد الرأس يعني لازم، يعني لابد من تحذير واضح، شد الرأس، التعصيب عند الصداع، وهذه عادة أعتقد يعني كلنا جربناها، خطر يمكن أن يؤدي إلى الجلطة، مع الحكيم دكتور محمد خالد يحذر من ذلك. أنا بقول هم ليش بيشدون الرأس؟ لما بيشدون الرأس بيحسون أنه الألم خف عشان شوي، عشان الدماغ ما تضربش. لا لأنه أغلب الصداع ألم نابض. لما الشرايين، النبض بالشريان مع كل نبضة عم بيسبب ألم، لما بتجي بتضغط بتزيد الضغط، بتحس بالضغط ولكن الألم بيروح ترتاح. فلذلك أنا لا أنصح فيه. إذا كانوا في بعض الشغلات البسيطة اللي ممكن يعمل مساج لبعض التريجر بوينت حوالي الرأس ممكن تساعد، ولكن شد الرأس خطأ غير العادات المنتشرة والشائعة. أيوة. كذلك واللي شايفها غلط يا دكتور. أيوة. الشغلة الثانية، أنا عندي من منطلق عصبي وطبي الحجامة. أنا شفت الحجامة ورحت شفت علاج الشقيقة عند اللي بيعملوا حجامة. العكس، هن بيجرحوا جلدة الرأس على أكثر من مكان وبيحطوا وعاء وبيعملوا ضغط فبيسحبوا دم. كمان هذا بشوفه أنه خطر جدا، لأنه العملية فيزيائية أنه بس عم بتطلع دم من الجسم في على طريقة بدائية جدا. نحن ما بدنا نقول إشي خطأ، ولكن بعض المرضى بيحسوا بتحسن بعد الحجامة لأنه زي يعني يجب استشارة الطبيب حتى لو ستلجأ لبعض الوصفات الشعبية أو المعتادة، من الأفضل الاستشارة، استشارة الطبيب المختص. التعصيب خطأ يمكن يؤدي إلى الجلطات، وكذلك الحجامة يجب الحذر منها واستشارة الطبيب. أعتقد هذا ما. الحنة دكتور سريعا ملهاش أي علاقة، ملهاش علاقة، ملهاش أي علاقة. أشوف بعض المرات الكي مرات قليل مش منتشر في وجع الرأس. الكي تشويه للجلد لا أكثر ولا أقل، تشويه ليس لا عذر. طيب خلينا نسأل دارلين، هل يعني في كندا أو في الجانب الآخر من الكرة الأرضية لديكم وصفات شعبية للتعامل مع الصداع؟ لم أسمع بالعصبة هذه من ذي قبل، هذا شيء جديد، لقد سمعت بأمور أخرى، ولكن لا أدري، ربما كل شخص لديه فكرة يلجأ إليها ليشعر بتحسن. هناك بعض
أمور التي يلجأ إليها الناس، شرب الشاي أو ربما اللجوء إلى ما يسمى يعني بالخدمات الباردة أو الساخنة. يعني الرأس في وجع ما جربت. لم أسمع بالعصبة. والله أنا افتكرت إنه تصرف فطري يعني. هو ممكن فطري من ناتج من العصور الوسطى وإجا معنا لهلا. بس هو خطأ، هو خطأ. طيب ماذا يحدث عند الإصابة بالصداع؟ نهرع إلى تناول المسكنات على اعتبار أنها آمنة، ولكن دراسة حديثة حذرت من تناول الحوامل تحديدا مسكنات الباراسيتامول، وكشفت أنه يسبب اضطرابات سلوكية لدى المولود، ووفقا للمنشور بصحيفة سانداي مورنينج هيرالد. فهذه هي الدراسة الثانية التي تربط بين الأمرين. الدراسة الدنماركية أجريت على ما يزيد على 64 ألف امرأة، أكدنا أنهن تناولن المسكنات ما بين الأسبوع 18 والثاني 32 للحمل، وأنهم وأبناؤهم واجهوا اضطرابات سلوكية. وربطت بعض النتائج بين تناول الأم الحامل للباراسيتامول وإصابة الطفل بالتوحد. كانت دراسة بريطانية قد سبقتها أجريت على 7000 من الأمهات أو 7000 من الأمهات الحوامل التي تناولن المسكنات، خرجت بنتائج متشابهة. الحامل يا دكتور محمد، ماذا تفعل لمواجهة الصداع؟ شوف، لحسن الحظ ونعمة من الله أنه الحامل ما بيجيها صداع كتير. عادة الشقيقة بتخف بشكل ملحوظ أثناء الحمل، ما بيجيها صداع كتير الحامل، ولكن إذا اضطرت سبحان الله يعني اعتبار رباني يعني. علاج رباني الحمد لله. ولكن إذا أصيبت إذا أصيبت صداع. لازم تسأل بتشوف هل الألم الشقيقة الألم ليس دائما شديد بهذا المعنى أنه لا يطاق. إذا كان الألم شديد لا يطاق قد تلجأ للمسكن الباراسيتامول. هو ليست السؤال أنه إذا أخذت بلعة رح يصير ابنك يصير عنده سلوك تاني، بس الاستخدام المفرط. نحن هنا عم بالدراستين أنه درسوا قديش الاستخدام الكتير. ولكن إذا أنا دائما بقول له للمرضى يوميا لما ما بتتحملوا الألم خدوا الباراسيتامول، وإذا ما لحقتوا حالكم بأول نص ساعة أو ساعة أثناء الألم لا تاخذون إشي لأنه ما رح يفيد إشي. طب خليني أقول اللي فهمته يا دكتور، يعني للسيدة الحامل إذا أصيبت بنوبة صداع عليها تحمل الألم، إن لم تستطع فقليل جدا من مسكنات الباراسيتامول، صح يا دكتور؟ هذا ممكن النصيحة المناسبة. نعم عظيم. إذن الآن نشكر دارلين التي شاركتنا تجربتها مع الشقيقة في هذه الحلقة. نتمنى لها حياة بلا ألم وبلا صداع. شكرا جزيلا دارلين. Thank you. Thank you.
أهلا بكم من جديد. لأنه الألم الأكثر انتشارا في العالم، فقد وصلتنا المزيد من المشاركات من الجمهور عبر واتساب. أحد المشاهدين سبق وقرأ أن شرب 4 كؤوس من الماء قبل الأكل يخفف من حدة الصداع النصفي. إلى أي حد تصح هذه المقولة؟ ومشاهدة تسأل: كثيرا ما أعاني من الصداع النصفي الحاد قبل أيام الدورة الشهرية وخلال أيامها الأولى، فهل من حل لمشكلتي؟ جزاكم الله خيرا وجزاكي. دكتور، نجيب على هذين التساؤلين. 4 كؤوس مياه. الجفاف أحد مسبب قد يسبب مش قد يسبب الشقيقة محفز للصداع. محفز للصداع، أنه الشقيقة بتصير، مثل ما قلنا أنه الوراثة هي الأرض الخصبة وعدم الانتظام بالنوم أو الأكل. نعم، الجفاف قد يؤدي إلى الشقيقة، وإذا هو بيشرب بشكل انتظام منتظم ممكن يقلل من حدوثها. أما السيدة اللي بتقول طبعا الشقيقة أحد المحفزات هو التغيرات الهرمونية أثناء الدورة الإستروجين، هنا بينصح المريضة إذا بيجيها الصداع كل دورة لمدة أيام قد تحصل على أدوية مثبتات أو متغيرات هرمونية اللي تمنع تغيرات الهرمونات وقد تختفي الشقيقة. عظيم. أبرز ما يستطيع أن يقوم به مريض الشقيقة هو التعايش والسيطرة، فكيف يحدث هذا؟ أصدرت جامعة سينسيناتي دراسة حديثة أكدت فيها أن غذاء مريض الشقيقة يلعب دورا كبيرا في تحفيز الألم. الدراسة المنشورة على موقع وومنز داي قدمت 4 نصائح غذائية لمريض الشقيقة، أبرزها التوقف عن تناول الاسبارتام وهو المحلي الصناعي الذي يتناوله البعض بديلا للسكر، وكذلك التوقف عن الخمور والبيرة والجلوتين وهو موجود في القمح والشعير والخميرة، حيث أن البعض لديهم حساسية من منتجات الجلوتين. ونصحت الدراسة مريض الشقيقة بتناول فنجان من القهوة يوميا. دكتور، رأيك في هذه النصائح؟ نبدأ من النصيحة الأخيرة، الكافيين اللي هو بالقهوة يساعد بتسكين الألم وممكن يساعد في الوقاية، ممكن يساعد في الوقاية. فنجان من القهوة يوميا يساعد في الوقاية، الكثرة من الكافيين من القهوة. شوف، طبيب العصبية دائما عنده رأي ثاني بالنسبة للقهوة والتدخين. القهوة حتى في دراسة من 1927 عم بيراقبون الناس كيف حياتهم، شيء القهوة حتى 5 كؤوس في اليوم، هذا يعني لتر ونص قهوة في اليوم قد تكون مفيد. يا نهار ابيض، ده أيوة. ده ناس كتير هتحبك قوي يا دكتور. لا، مش هتحبني، هي الحقيقة. والتدخين، التدخين للشقيقة مش التدخين عصبيا، طبعا له فوائد، انه بحيث انه بيعمل للمريض ريلاكس ضد التوتر ضد الاستريس. استنى يا دكتور، ده اول مره تتالف في برنامج. لا، احنا ما بدنا التدخين. التدخين له فوائد عصبيا. لا تفهمني خطأ. يعني ملايين هيتابعوا الجمله دي تحديدا. ولكن احنا بنقول للشقيقه التدخين هو شيء زي بيخلي المريض بيحس بالريلاكس، ينزل من الغضب تبعه، مثل احنا ما بنقول ببلاد الشام بيروق شوي. ولكن كثرته طبعا تسبب انه السرطانات الرئه والسرطانات الثانيه. اما التدخين يعني بلا احسن، بلا تدخين يا جماعه. ما بعرف. خليهم هن بيقيموا، ممكن الافراط مش كويس. ولكن انا كنت اول ما صرت الطبيب دائما لما بسال المريض بتدخن، دائما بسال المريض بيقول لي بساله ليش، اغلبهم بيطلعوا علي هيك شو هالسؤال هذا. فمره كان مريض قال لي لانه بيسعدني، أنبسط، أروح الضغط على حالي، أغير الجو اللي أنا فيه، كمان وسيلة أنك تحكي مع الناس اللي رايحين يدخنون على نفس المكان، أنه يعني بتصير الحياة طيب. الاجتماعية كويس. شو رديت بعدين من هداك الوقت؟ والجواب هذا كان مقنع كتير، ما كنت
يعني ما كنت بتضغط على المريض يعني. ايوه ما كنت ايوه بقول لهم خففوا شوي شوي، ما بتخفف فجاه وبعد شهر بترجع. والله هذا حل عملي يعني لمن لم يستطع ولكن التوقف عن التدخين. ولكن اللي بدي اقول له التدخين فعلا يقلل امراض الباركنسون، وهذا حقيقه علميه. المدخنين بنقول لهم كلام خطير يعني. هذا كلام دراسات في صدق لمع الحكيمه. يا استاذ احمد، هذا دراسات علميه مثبته انه التدخين يقلل امراض الباركنسون. نحن ما بنقول التدخين شغله كويسه دخنه، ولكن هم نحكي عن حقائق علميه. ليش ما بنعرف دراسات علميه؟ دراسات علميه. ناس كثير هتحبك يا دكتور وهتسال عليك. على كل حال، ست نصائح اخرى لمريض الشقيقه على عهده موقع هيلث جريدز. دكتور، يعني هذه بعض النصائح الأخرى. في عجالة مريض الشقيقة أو من يعاني من الصداع، هل يعني ماذا يأكل، ماذا يشرب، ماذا يتجنب بشكل عام؟ بشكل عام يأكل ويشرب اللي بده إياه واللي بيحبه، ولكن بشكل منتظم. بشكل يعني منتظم، يفطر منتظم. بيتغدى بيتعشى إذا هو متعود على 3 وجبات، أو بيفطر ويتعشى إذا متعود على وجبتين. اللي بيحفز الشقيقة أنه يترك واحدة من الوجبات، مثلا متعلم هو بيفطر يجي يوم ما بيفطر، الظهر بتصيبه الشقيقة. حياة منتظمة. حياة منتظمة. والنوم ما بيجي، بينام أثناء الأسبوع 6-7 ساعات وهو يحتاج 8 ساعات، يجي على الويك إند بينام 12 ساعة كمان. حتى على نهاية الأسبوع إذا متعود ينام أو جسمه بيحتاج 8 ساعات ينام 8 ساعات، ما بيطول ولا بيقصر. هذا أكثر إشي بيوقي من الشقيقة. وشوية رياضة مرتين بالأسبوع ولو نصف ساعة رياضة، هذا كمان بيقلل من الشقيقة. عظيم. إلى الآن ما عندنا إشي بيروح الشقيقة على الخالص. إحنا كل هاي الإمكانيات اللي عم عندنا بنخفف من الشقيقة. الأطفال هل يصابون بالشقيقة؟ طبعا، وبازدياد نتيجة ظروف الحياة وحياة كيف الحياة. تلاحظ الأم على ابنها أنه مصاب بالشقيقة سريعا؟ الطفل ما بفيه بيعبر، دائما بتشوفه حاط ايده على راسه. نعم. عم عنده اقياء، تغيرات بتصرفاته، عصبي كثير، او ما بي غير مشارك بالبيت، راح بتلاحظ انه فيه شيء ولازم تساله هل عندك وجع او لا، لانه ما بيعرف شو الوجع الطفل. نعم. حتى بيقول انا عندي في وجع. في هذه الحاله عليها الذهاب الى الطبيب بعد ملاحظه هذه العلامات. الوقت انتهى يعني سريعا دكتور محمد. في نهاية هذه الحلقة أشكر دكتور محمد الخالد، استشاري الأعصاب بالمستشفى الأهلي، مع الحكيم حياة بلا ألم. إن شاء الله انتظرونا في الحلقة المقبلة ونواصل رحلتنا مع الألم. يوري طبيبة عانت من ألام أسفل الظهر، ووسام مهندس لم يتخلص من ألم الظهر إلا في غرفة العمليات. دمتم بصحة ونشكركم وإلى اللقاء. برنامج برعاية